وينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك. مرحبا بكم سيد الوزير. وفي البداية وكما نعلم جميعا تعرف عدد من مناطق بلادنا تساقطات مطرية وثلجية كثيفة تسببت في قطع الطرقات وفي عرقلة حركة السير في بعض المناطق. نصائحكم المواطنين للحفاظ على سلامتهم في هذه الظروف. شكرا للاضافة على الاستضافة. في هذه المناسبة بغيت ندعو المواطنات والمواطنين من المزيد من الحذر على الطريق، خاصة في هذه المناطق اللي تتعرف تساقطات ثلجية ومطرية كثيفة. وهذه النصائح يعني بسيطة، الخفض من السرعة واحترام تعليمات السلطات وفرق إزاحة الثلوج ديال وزارة التجهيز، وإذا كان ممكن تجنب السفر ليلا باش يتفاداو الحوادث في هذا الوقت هذا. نعم. طيب سيد الوزير، اليوم هو اليوم الوطني للسلامة الطرقية، هي مناسبة نقف معكم فيها عند السياق العام الذي يندرج فيه هذا الحدث وعلى الوضعية الراهنة لإشكالية انعدام السلامة الطرقية ببلادنا. لطيفة، بغيت نذكر بانه هذا التخليد هذا ديال اليوم 18 فبراير تيجي منذ سنة 2005، حيث ترأس صاحب الجلالة نصره الله اجتماع وزاري متعلق بالسلامة الطرقية، لما نظرا للأهمية اللي تيوليها سيدنا الله ينصرو الموضوع ديال السلامة ديال المواطنين. هذا اليوم أصبح دابا مناسبة سنوية، المناسبة السنوية باش نقيموا الإنجازات ونحدوا الأولويات والرهانات، باش ندعيو الناس على جميع المستويات لا المحلي ولا المركزي باش يواصلوا العمل ديالهم والجهود ديالهم فيما يخص السلامة الطرقية، وأيضا باش نطلقوا البرامج الجديدة من أجل تحسين السلامة الطرقية في المغرب. وبالنسبة للوضعية هذه السنة تحسنت مقارنة ب 2015 اللي هي السنة المرجعية، عرف عدد القتلى انخفاض ب 10%، هذا جد مشجع ولو انه سيبقى ضعيف مقارنة مع الهدف ديال الاستراتيجية اللي مسطرة وهو تخفيض بنصف في غضون 2026. نعم سيد الوزير، خلال اليوم الوطني لهذا العام رفعتم شعار من أجل الحياة، واخترتم هذه السنة تسليط الضوء على أهمية استعمال حزام السلامة داخل حافلات النقل العمومي للمسافرين، دوافع هذا الاختيار. نعم لطيفة، النقل العمومي بالحافلات تبقى هو الوسيلة الأكثر أمانا على الطرق، هذه خصنا نعرفوها، رغم ذلك تتكون الحوادث ديالو جد مفجعة نظرا لعدد الركاب. فاللي خص المواطن يعرف هو أنه عند انقلاب حافلة إذا قدر الله تبقى حزام السلامة هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الجروح البالغة، فلذلك اخترنا هذا الشعار باش نوعيو مستعملي النقل العمومي للمسافرين بالحافلة بضرورة رد أحزمتهم للمساهمة في سلامتهم. نعم، آخر سؤال سيد الوزير، أشرتم خلال تدخلاتكم الأخيرة عبر وسائل الإعلام الوطنية إلى ارتفاع أعداد القتلى ضمن مستعملي الدراجات النارية، فهل هناك برامج أو مشاريع مستقبلية للتقليص من هذا النوع من الحوادث، وخصوصا أن أصحاب الدراجات النارية كثير من الأحيان ما كيستعملوش الخودات الواقية؟ شكرا لطيفة، حقا من خلال الإحصائيات ديال هذه السنة هذه تبين أن العدد ديال القتلى داخل فئة مستعملي الدراجات النارية عرف واحد الارتفاع حقيقة مهول غير مسبوق، لأنه سجلنا 1450 وفاة سنة 2022 مقارنة مع 850 سنة 2015، والنص من هاد الناس هادو شبان ما تتجاوزش العمر ديالهم 29 سنة، هذا حقيقة جد مقلق وأيضا جد مؤلم. هاد السنة إن شاء الله غادي نطلقوا مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وجميع المتدخلين برنامج خاص
للحد من تدهور ديال هذه الحاله هذه. المشاريع الاهم ديال هذا البرنامج غادي تقوم على التوعيه وعلى التحسيس باش نستهدفوا هذه الفئه هذه من مستعملي الطريق. غادي يتم ايضا عبر تشديد المراقبه ولا سيما فيما يخص النوعيه ديال المحركات ديال بعض الدراجات الناريه، وطبعا الحد على استعمال الخوذه، وهذه الخوذه اللي خصها تكون تستجيب المعايير الدوليه ديال الوقايه. شكرا لكم سيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك على كل هذه المعطيات، وشكرا على مساهمتكم معنا في نشرة الظهيرة.